مرحبا بكم، مع سلام للبلد ورابطة محبة من الدوحة. ينضم إلينا دكتور ماجد عبد القادر، رئيس رابطة خريجي جامعة بيروت، واحد من الكيانات اللي بتعمل على ترابط الأفراد وتدعيم العلاقات بينهم، وبتأكيد الروابط أيا كانت صفاتها وتخصصاتها، رابطة الطلاب السودانيين وخريجي جامعة بيروت بالدوحة، واحدة من هذه الكيانات اللي بتجمع السودانيين خارج السودان. سعيدة أنه أرحب بك عبر السكايب، ومرحب بك. وبداية خلينا نتحدث عن الرابطة أو ما أسميتموها برابطة محبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رابطة السودانيين خريجية مع بيروت بقطر تكونت 2014 هي من أجل لم وشمل جميع السودانيين الموجودين في قطر اللي تخرجوا من جامعة بيروت أو نالوا أي مرحلة من مراحل الدراسة في جامعة بيروت العربية، ولأهداف معينة أنشأنا الرابطة في 2014. تكونت بمجهود من أخونا ميدي، اتصل علينا وتجمعنا ووضعنا أهداف منها على أساس نحقق ونلم شمل جميع السودانيين خريج جامعة بيروت. وأهدافها هي أولا الروح الروابط الأخوية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومد العون وحل المشاكل والصعوبات في حدود إمكانية الرابط. الانصهار في الروابط الأخرى ذات المشابهة، ذات الأهداف المشابهة. الرابطة تحديدا هي اجتماعية ثقافية بحتة. نعم. يعني أهدافها اجتماعية ثقافية بحتة. فكونت 2014 بتضم كانت حوالي 40 شخص معتمدة في السفارة في مكتبة الجالية السودانية. وبدأنا في اجتماعاتنا ونصهر في المجتمع السوداني الموجود في الدوحة. نعم. كان هدف الأول خدمة أعضاء الرابط، ثم بعد ذلك النظر للكيانات ذات الصلة المشابهة في الرابطة. نعم. مدتها سنتين اللجنة التنفيذية، كان رئيسها هو محمد أحمد، طبعا بدون كل التخصصات، محمد أحمد عثمان، وكنت الأمين العام أنا وتاتاي ومجموعة. 2016 سلمناها لأخونا عمر نجم الدين ومعه مجموعة مصطفى مبارك وخطنا إخلاص، كلنا خريجين جامعة بيروت العربية تختلف التخصصات. 2022 الآن كوننا اللجنة التنفيذية اللي استلمنا من اللجنة السابقة، والآن بنباشر في الأعمال، وأعمالنا الآن لدينا ننطلق لننصهر في الروابط الأخرى. نعم الدكتور ماجد، يعني تحدثت عن أنه الرابطة اجتماعية ثقافية بحتة، ليتمدى الروابط دي بتكون مهمة في بلاد المهجر، خاصة ممكن يكون لها دور كبير جدا في التعريف بتاريخ السودان والاحتفال بالمناسبات الوطنية وأهميتها للنشأ اللي ممكن يكون يتولد خارج أرض الوطن الحبيب. نعم، هي الغربة لها أثر، يعني فالربط بالبلد بالسودان بيجي نتيجة للاندماج أو إحياء كل المناسبات السودانية. التغاء السودانية في حد ذاته تربط الإنسان ببلده. الفعاليات اللي بتتعامل، الاجتماعيات اللي بتتعامل بتعكس الجانب السوداني البحت. دولة السودان كل ما يمسها ثقافيا واجتماعيا بينتقل للروابط الأخرى، بغض النظر عن الدول الثانية أو روابط الدول الثانية، برضو بنندمج معاهم، بنحكي لهم ثقافتنا في الفعاليات وفي اجتماعياتنا. فالروابط الثقافية الاجتماعية لها دور أساسي في بلاد المهجر. أول حاجة يعني بتزعج السودانيين الموجودين. نعم.
نعم، هل من مشكلات تواجه الطلاب خريجي الجامعات الأجنبية؟ وهل للرابطة دور في التدخل في حل كثير من الإشكاليات اللي بتواجه المغتربين خارج أرض الوطن؟ والرابطة تأتي من أهدافها مد العون لأعضاء وتوفير لهم فرص في هذا العمل بمعارف من سبقهم. فالمشاكل حتى في الجانب العلمي او التحصيل العلمي، الرابطه بتساهم في الجانب ده بتوفير الخبرات الموجوده، بتسهل الصعوبات العلميه البحث بخصوص فرص العمل. الفرص الثانيه يعني توفير للمساعدات في حدود امكانيات الرابطه. نعم. طيب دكتور ماجد، اخيرا يعني شنو هي النشاطات اللي بتقوم بها الروابط خارج البلد؟ الروابط خارج البلد عندنا في الدوحة، الروابط في مهنية وجغرافية. الروابط بتختص بتنشئة مناطق، يعني هو إذا فرضنا أن السودان عبارة عن أقاليم، فكل الأقاليم دي بتصب في نهضة السودان، بمعنى أنه كل ناس منطقة قدموا للعون لمنطقتهم، ساهموا في رفعة منطقتهم، بتساعد في انه الناس تتطور وتحل المشاكل مع بعض. بخصوص الفعاليات اللي بنقيمها هنا، بخصوص الرابطه بتاعتنا، يعني يمكن تحديدا قبل 4 ايام عملت فعاليه جمعت جميع السودانيين، ودرجنا انه كل فعاليه بنكرم كل سوداني قدم اي عمل اجتماعي او ثقافي لبقيه المقيمين، نقوم بتكريمه. نعم، مجهودات مقدره ان شاء الله، ويعني مزيد من التوفيق والنجاح. وبالتاكيد الرابطه لها دور كبير جدا في انها تعكس الثقافه السودانيه وتقدمها للمولودين خارج ارض الوطن، وتعمل على تعزيز الروابط في المناسبات في اعياد الاستقلال اللي هو يوم تاريخي مميز، كل العالم بيحتفل ببدايه لعام جديد الا السودان يحتفل بعيد استقلال مجيد. انا شاكره لزمنك دكتور ماجد عبد القادر من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم، وأنا سعيد جدا على الاستضافة دي، وربنا يوفقكم ويجمع شمل الكل، ووطن معافى وطن طيب، الله يزيدكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا ومستمعينا، مستمرين جائزة طيب صالح للإبداع الروائي في فقرة ركن الفنون وآخر فقرات 24 جرات بعد الفاصل الإعلاني.